كان حلمنا ارتسم في المخيلة الساكنة الحوض الشرقي عقودا من الزمان قبل أن يتحول إلى تصور جسمه المختصون على هذه اليافطة، لتحين لحظة إسقاط التصور على أرض الواقع مجسدا في ورشة عمل وضعت الأساس لمرحلة جديدة تخرج المولود صرحا تنمويا مكتمل الأركان. تلك بالمختصر قصة ميلاد مصنع الألبان الذي جاء من مبدأ استغلال ما تدره ضروع قطعان الأبقار المتناثرة في كل بقاع الحوض الشرقي، متخذا من مدينة النعمة موقعا يتربع عليه فأل خير ورخاء ونعمة لساكنة هذا الحيز من الوطن. مصنع الحليب طويل المدة المميز من نوعه في البلاد يرى النور واقعا ملموسا بعد عام ونيف فقط من بدء العمل فيه بشكل فعلي بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وإمضاء من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع من التصميم إلى التسليم. إنه هو أول مشروع من نوعه من اللي ينقاله مشروع مسلم المفاتيح. بضغط هذا الزر من قبل رئيس الجمهورية تدب الحركة في أوصال ماكينات المصنع مؤذنة ببدء مرحلة التشغيل بعد اكتمال مراحل الإنجاز، فيما يأتي احتساء كوب الحليب هذا من قبل صاحب الفكرة التي جاءت تلبية لتطلعات الساكنة وتنمية لرعي ثروة اقتصادية لم تعرف الاستغلال من قبل، يأتي ليجسد عمليا أهداف هذه المعلمة الاقتصادية والتنموية الهامة المتمثلة من بين أمور أخرى في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة تعد من بين المواد الأكثر استهلاكا في البلاد، واستعادة المليارات من الأوقية التي كانت تنفق سنويا لاستيرادها من خارج الوطن، لتعرف هذه الأموال أخيرا طريقها إلى جيوب أبناء البلد بما يسهم في تعزيز مقومات الانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمواطن من جهة، ويغذي السوق المحلية بإنتاج موريتاني صرف من جهة أخرى. الأعطال فيه عنها تو يمكن عنها تعدل بار انترنت من ايطاليا، لانه مصممته شركه معروفه IPI ولا يمكن ان يتدخل فيه الا مهندسي وفني هذه الشركه، وهناك ضمان السنه بالنسبه لهذا العمل بصفه عامه. أما من الناحية اللوجستية فيتوفر المصنع على منظومة من الماكينات الحديثة لمعالجة وتعليب الألبان تنقسم حسب الاختصاص إلى آليات لإنتاج الحليب طويل المدة من الفحص والمعالجة وحتى التعليب، وأخرى لإنتاج عينات مختلفة من الألبان ذات الآجال القصيرة. مصنع الحليب الطويل المدة وسعته 30,000 لتر في اليوم، يا غير ما هو لك الحليب صالح العنعود، حليب طويل المدة
منين يجي للمصنع كمية من الحليب وتعود ماهي صالحة عنها تصنع لطويل المدة، لابد من تعالج، ما تقدر ترتمى. ذاك هو السبب اللي جعل عن هناك خطوط أخرى للحليب المبستر والحليب الرايب والياؤور إلى غيره. في حالة عن يعود الحليب كله صالح عن يصنع طويل المدة، لا يعود الحليب ماشي كله للحليب طويل المدة. كل ذلك بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحديثة التي تتوزع ما بين الصهاريج لتجميع ونقل الألبان في ظروف صحية، وأخرى سيتم استغلالها لاحقا لعمليات التسويق. إلى كل ذلك يجهز المصنع أيضا بآلاف الحاويات الصغيرة محكمة الإغلاق لحفظ الألبان بعيدا عن مسببات التلوث الخارجي، ومختبر عصري لفحص الكميات التي يتم تجميعها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام. ولضمان انسيابية توفير المادة الأولية، يشتمل المصنع على نقاط لتجميع الألبان في كل من الشامية وبنغو ووركن. ولم تكن مدينة النعمة لتنسى وهي المحتضنة للمصنع، حيث ضمت وحدة تجميع مركزية تفتح أمام المنمين في عاصمة الحوض الشرقي وضواحيها. وبالموازاة مع عمليات التجميع والمعالجة والإنتاج، يتم اتباع نظم دقيقة للنظافة والرقابة الصحية، حيث تخضع الأجهزة والآليات المستخدمة في الإنتاج لعملية تنظيف شاملة ودائمة تغى من ورائها الإطمئنان على سلامة المنتج وتقديمه للاستهلاك بمعايير صحية مضمونة ومؤكدة. ولأنه الأحدث من نوعه في البلاد، يتوفر مصنع الألبان في مدينة النعمة، والذي يعيش حاليا مرحلة التشغيل التجريبي على طاقة استيعابية تصل 30,000 لتر يوميا بمعدل تشغيل 8 ساعات فقط، بما يوفر 106 فرص عمل لأبناء الوطن. ولم تغب الهوية والرمزية الحضارية لمدينة النعمة عن تسميات منتجات مصنعها بالمرة، حيث اتخذ الحليب طويل المدة من قلب قادي مرجعا وسميا يعيد إلى الأذهان ارتباط المنتج بأرضه. أما الشق المبستر من منتوج الحليب فقد اختيرت له تسمية النعمة في إحالة مباشرة إلى المدينة من جهة، وفأل طيب بمدلولات الكلمة من جهة أخرى. ختاما إذن، وبمقارنة بسيطة بين هذه الصورة التي تضج بأزيز الماكينات وتضيق بمكونات المصنع الحديث، وتلك الأخرى التي لا تحمل سوى يافطة وأساسات في الميدان، مع احتساب الوقت الذي لا يتجاوز عاما وشهرين من عمر الزمن هي مدة إنجاز المشروع، يتضح جليا سحر قوة الإرادة عندما تتصف بالصدق والجدية والإصرار على تبديد وهم المستحيل.